في المسائية. استياء مصري من غدر تل أبيب بوساطتها التي أنهت عدوان غزة وتنصلها من تنفيذ بنودها، هل هي حاجة انتخابية للأبيد أم نهج في سياسات الاحتلال؟ وحركة الجهاد وفصائل المقاومة أمام تحدي الرد على الغدر الإسرائيلي، ما هي الخيارات الفلسطينية لتثبيت معادلات معركة وحدة الساحات؟ وفي لبنان ملامح تلكؤ إسرائيلي في قضية ترسيم الحدود ومحاولة التأجيل رغم تحذيرات المقاومة، هل تغامر بعملية غدر ضد لبنان؟ في المسائية، إسرائيل واستراتيجية الغدر. المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.